قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. يلا نسمع للمشاهدين آرائهم واقتراحاتهم حول قنوات الأطفال. أنا طلبات ومقترحات وكذا، تمام؟ أنا سمعت سجل يا بدر، ما أدري هذه عرفتها، كيف تقول لي أنت خالد؟ لا هي كذا. طب الآن عندنا في تويتر طلبات وصلت لنا. شكرا طبعا لإدارة الإعلام الرقمي على جمع هذه الطلبات وإرسالها والمقترحات وملاحظات وإرسالها للجهة المعنية، وحناخذ كل حلقة أربعة أشياء يجمعونها. ها هم اتصل الرقم اسمهم كذا، صار الإعلام الرقمي. حركة والله، شوف ترى أنت فخمين يا خالد ورديني واللي معاكم فريق كامل، والله كذا شغلكم الأمانة شهادتي فيكم مرة مجروحة، أنتوا كذا. طيب أول شيء طلبات وصلتنا تقول تويتر: برنامج تعرفني نبغى يوم تجيبون محمد يونس وابنته فيروز. محمد يونس تم التنفيذ في الحلقة الماضية للبرنامج، يا سلام كفو. طيب يوتيوب يقول: زيدوا فقرة يلا نسمع برنامج مجدكم، ترى اقتراحاتنا وملاحظاتنا بقنوات الأطفال أشياء كثيرة، يعني أقل شيء ساعة. خلص البرنامج. لا كذا كثير أوفر. يعني قاعدين يوتيوب يعني وتويتر واتصالات ونسمع منكم ومرة والحين تتصلون وخلاص، يعني كفي. أنا هذا أرد عليكم، أنا الجهة المعنية. لا كثير، وش ساعة. يوتيوب يقول: نبي جزء ثاني لبرنامج حكاية مهنة، أمس كانت أول حلقة للجزء الثاني. شايفين كيف؟ كانت في عيادة الأسنان مع محمد الأحمري، شفتوه؟ اللي مو أنا سبته ذا، ما أبغى محمد الأحمري. حبيبي محمد كذا انت. طيب تويتر: برنامج تصويري يا ليت الافلام تصير فواصل بمجد الاطفال، لانها اغلبها مميزه وجميله وتحمل رسائل تربويه. تمت الموافقه على المقترح ويتم العمل عليه الان وتروها قريبا. هم كاتبين هذا ردهم ذا، خلاص كيفنا معكم. بصراحه اكتبوه في تويتر عشان افرح الجماعه في الاعلام الرقمي والناس اللي هنا كذا، ولا نلبي رغباتكم حركات نفسيات ما نبي نلبي اغلب الان. اخذ صالح، اعطونا صالح الاول حيكون مع خيال. يلا معاك ريف. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله ريف، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اسال اقول وش تقترحين في برامج الاطفال لقنوات الاطفال؟ وش تقترحين في برامج الاطفال؟ جاد العزيز الجزء الثالث. عيدي بس. جاد العزيز جديد. جاد العزيز جزء جديد. ايوه جزء جديد جاد العزيز. صراحه جاد العزيز هذا شاذ يا بدر، حب خاص والله. هذا قسم بالله ولا حب فقره نسمع منه مو منكم. اي تفضل يا ريف. سافر وغامر جزء جديد. سافر وغامر جزء جديد، ايوه يكون في، قولي يكون في عبد الوهاب السلمي. قولي يكون في عبد الوهاب السلمي. هي طلبت يا جماعه، سجل شزل يا بدر، هي طلبت عبد الوهاب السلمي مو انا طلبت. شكرا يا ريف، يعطيك العافيه. نسافر بعد كورونا بنروح يا ابوي والله. داود سلام عليكم، معاك الياس. كيفني؟ هلا داود. هلا والله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وش تقترح اشياء يعني نجيبها لقنوات الاطفال، مثلا من قديمه نعيدها ولا من جديد نجيبها من اقتراحاتكم؟ نبغى برنامج مسلسل احوال. ايش هو؟ مسلسل احوال الجزء الثاني. هي احوال، مسلسل احوال. اوه والله حلو. والله حلو المسلسل. اي لا نسمع منهم صح، ما نقول احنا راينا. اي صح داود، مسلسل احوال. شزل بدر، ايش كمان؟ ونبغى برنامج للاولاد مو بس للبنات. إنا طيب صاد لا صاد معك على اساس خالاتك اللي جالسين قدامك في الاستوديو هنا، خالاتك هنا جالسين وانا حبيبي داود. حبيبي ابشر ابشر، والاسبوع القادم ترى داود حبيبي هلا، الاسبوع القادم في برنامج في 8 اولاد تحدي ومصارع بينهم. ثمانية شوف، اوه كلهم قالوا خلاص برافو، يكحل الاستوديو. طيب ثمانية مرة واحدة. ثمانية مو ابشر، عشان ما تطلبوا خلاص برنامج اولاد كثير اولاد يقولوا خلاص. يعطيك العافية داود. باقي تفضل. ها المحقق الذكي في بسمة. المحقق الذكي، ايه شايفين شباب في
في ذباله خلاص ابشر. كان يعرض بعدين انقطع فجأة. وشو؟ البرنامج كان يعرض بعدين انقطع فجأة. صحيح. ابشر. صحيح. ابشر. شزل يا بدر. شكرا يا داود يعطيك العافية ما قصر. شكرا لك يا عبد الوهاب. العفو يا حبيبي يعطيك العافية يا داود صديق للبرنامج ما شاء الله عليهم الناس اللي برضو يعني محبين لشبكة قنوات المجد دائما تصعد كثير من برامج. هذا تقول لا لا ما نبي أجزاء اشبكوا نقولوا نبي نفس الفكرة بس يطورونها شوية مو أجزاء بليز. يلا تشوفونا يا شباب هذه ما أشوفها شفافة أنت ما نشوف كتابتك. هذا لحظة في واحد يقول في حاجة في برضو أيوه هذه لما محمد تقول أنتم كذا يا الأعلم الرقمي يا الأعلم. مو الاعلام امسحي يرحم امك امسحي التغريده وعيدي مره ثانيه الاعلام خلاص يلا مين معانا اتصال فارس حياك الله يا فارس فارس حياك الله الله يحييك هلا فارس كيف حالك طيب الحمد لله طيب ايش تقترع على قنوات الاطفال نبغى جزء ثاني من برنامج تصويري تصويري جزء ثاني طيب وعندي سؤال تفضل متى مسلسل أضواء يعرض؟ تصدق أنا ما عندي إجابة لكن أتوقع إنه قريب هو قريب هو قريب أسبوع 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 يعني حوله حوله إن شاء الله إن شاء الله شوف أسمع ها جبت لك رد من المصدر الرئيسي الأساسي الآن من فؤدني قاعد يتكلم يقول لا يزيد عن أسبوعين وبعد أسبوع يقل اسبوع اسبوعين اسبوع يقل يزيد يا اكثر ما ايش تبغى ايش اسمك انت؟ يا تصلي فارس فارس لخبطوني الله يصلحهم قالوا كلام بعدين سحبوه بس قالوا انه من اسبوع الى اسبوعين خلنا بالكثير ما حد جاوز 14 يوم ايش رايك فيني يا فارس؟ زبطتك صح؟ ايه بدر بالله شزل وامسك اللي جنبك ذا وحشره في الزاويه ليش يلخبطني؟ طيب حبيبي اعطينا عندك اقتراح ثاني؟ شكرا حبيبي العفو يعطيك العافية مع السلامة شكرا علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع